إن الرقم واحد الذي يعشقه شعب الإمارات ليس كلمة أو شعاراً، بل هو حالة إماراتية متصلة مستمرة في كل ميدان ومجال. والإصرار والعزيمة والتخطيط السليم والرؤية الواضحة للحاضر والمستقبل، حيث لم يعد في قاموس شعبنا كلمة مستحيل. من أجل هذا باتت الآن دولة الإمارات العربية المتحدة لا تترك مجالاً من مجالات التطور والتقدم إلا وخاضته مسلحة بأهم ثرواتها، هو الإنسان. وتحمل الإمارات في سجل الأرقام القياسية العديد من الصفحات التي تميزها بين دول العالم، ويجمع بين هذه الصفحات فكر وطني واسم عزيز على كل إماراتي وإماراتية، هو اسم خليفة رئيس دولتنا حفظه الله. فاسم سموه يعلو فوق أعلى بناء على سطح الأرض، إنه برج خليفة. وإذا كان البرج يطل من الأرض إلى عنان السماء، كانت الخطوة الثانية ليطل اسم خليفة من السماء في عليائها على كوكب الأرض، حيث أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إطلاق المراحل التنفيذية لبناء القمر الصناعي خليفة سات، وإهدائه إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، لتدخل الإمارات باسم خليفة عصر الفضاء معتمدة على قدراتها الذاتية كاملة من خلال فريق عمل وطني يبني هذا القمر ويستعد لإطلاقه في عام 2017، حيث يتم تصنيع خليفة سات بالكامل في دولة الإمارات العربية المتحدة وبكفاءات إماراتية 100% من خلال فريق عمل يضم 45 مهندساً ومهندسة إماراتيين. وباسم خليفة وفي عهد خليفة تدخل الإمارات عصر الفضاء بإنجاز علمي إماراتي عربي، حيث سيكون هذا القمر هو أول قمر صناعي يتم تصنيعه عربياً بالكامل. تأسست مؤسسة الإمارات في فبراير 2006 دعم الأبحاث والمشاريع العلمية في مجال الفضاء. أول مشروع لنا في برنامج الفضاء الإماراتي مشروع القمر الصناعي دبيسات 1، واللي يعتبر القمر الإماراتي الأول للاستشعار عن بعد. بعد نجاحنا في إطلاق القمر الصناعي دبيسات 1 انتقلنا للمشروع الثاني دبيسات 2 واللي تم إطلاقه في 2013. هذه المشاريع ضمن برنامج نقل المعرفة ونقل التكنولوجيا ما بين مؤسسة الإمارات العلوم والتقنية المتقدمة وسات الانيشيتيف من كوريا الجنوبية، حيث بعثنا مجموعة من مهندسين المواطنين الإماراتيين إلى كوريا الجنوبية لبناء الأقمار الاصطناعية. في المشروع الأول دبيسات 1 نسبة مشاركة المهندسين كانت 30%، ومن ثم النسبة هذه زادت في مشروع القمر الصناعي الثاني دبيسات 2 إلى 50%. بعد نجاح المشروع الثاني من خلال زيارة سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي للمؤسسة والاطلاع على نجاح مشروع قمر صناعي دبيسات 2، أطلقنا المشروع القمر الصناعي الثالث والذي يحمل اسم غالي على قلوبنا، اسم سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، مشروع القمر الصناعي خليفة سات. وكما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حين أطلق الاسم الغالي على المشروع، إن مشروع خليفة سات هو رسالة لكل العرب، وأن لحاقنا بعصر الفضاء ليس بعيداً ولا مستحيلاً، وأن دولتنا ستكون رائدة في هذا المجال، ولدينا الثقة والشجاعة للدخول في منافسة الدول الكبرى في هذا الميدان. وهكذا ينسحب المستحيل أمام فكري وعقل أبناء الإمارات لنفتح المجال أمام عصر جديد وتميز جديد يؤكد
تميز الإمارات وإسهامها الإنساني في الإبداع والخلق. المشروع هذا اللي يميزه أيضاً أنه راح يبنى بسواعد إماراتية صنعون لمجموعة مهندسين الإماراتيين الذين راح تكفلون بجميع جوانب المشروع من وضع التصاميم المبدئية للقمر الصناعي إلى مرحلة التصنيع والاختبارات، ومن ثم إطلاق القمر الصناعي إن شاء الله في 2017 وإدارة عمليات القمر الصناعي من خلال محطتنا المتواجدة في إمارة دبي. المشروع خليفة سات قمر صناعي خليفة سات يتضمن مرحلتين مهمتين. المرحلة الأولى مرحلة تصميم القمر الصناعي، وهذه مرحلة راح تكون في كوريا الجنوبية. بعد ذلك على بداية 2015 راح ينتقل فريقنا الموجود في كوريا الجنوبية إلى إمارة دبي لتكملة بناء القمر الصناعي خليفة سات في إمارة دبي، ومن ثم إطلاق إن شاء الله في 2017. الرقم واحد ليس شعارا بل هو حقيقة لشعب يملك تاريخا وحاضرا، يملك إرادة وقدرة، يملك روحا للخلق والإبداع. وليظل اسم خليفة قبل كل شيء في قلوب كل شعب الإمارات، ويظل يتردد فوق أعلى بناء وفي أعلى سماء.